شوفوا درك على الصين، سكانهم وصلوا المليار و700 مليون. بالنسبة لهم حنا عقرب في الفيسبوك. ده واحد خينا بغى ينعس في الخدمة وقال صاحبه، قال ليه إلا بالك الشاف سيرفيس قول لي تمر، وإلا بالك الشاف ديفيزيو قول لي الشريحة، وإلا بالك الديريكتور قول لي القرقاع. واحد شوية هو يبانوا ليه بثلاثة، هو يقول ليه نوضر العواش ترجعوا. دركا سبحان الله العظيم في رمضان العيالات ملي كيدخلوا الكوزينه ويبداو يشقاو ويبداو يطيبوا الماكله كيجيبوها مقاده، ما كتكون لا مسوسه لا مالحه. ولكن في رمضان الجاي ان شاء الله غادي نولي نطالب بتقنيات الفار داخل الكوزينه. اي حبيبتي كانت نازله من دروج ويتقطع عليها الدو، كل ما كانت هزت صويرته هي اللي دوات بيها، كرة طاحت وتقردت على جوج. درك عاد تخيلي معايا راجلك ناد تزوج عليك هاي وجابها لك تا الدار وقال لك نودي يا لالا ديري لينا واحد القشريه ديال الكسكسو تكون من داك الشيء، غطيبيه لي بالدجاج ولا باللحم؟ اي هذا واحد خاينة تزوج، دازت واحد سيمانة وقعت عيط لي امو وهي تقول لي شوف وليدي حد من نساب، النساب راه ما فيهم ثقة. قال ليها ما تخافيش الوالدة، راه الكوزينة انا اللي شادها بيدي، انا اللي نطيب ونجفف ونغسل الماء ونصبن وندير كل شيء. وهي تقول لي امو، قالت لي صافي يا وليدي اقطع، اللي عطى الله عطاه. اي هادي واحد المرة دخلتها الموت وصيرت كتحتضر وقالت حداها راجلها وبدات كتطلب السماحة من راجلها، قالت لي اسمح لي يا راجلي راني كنت مكرفسة عليك وبالعاني ما كنتش كنبغي نصبن لك حويجك باش تبقى معفون ومسخ ويضحكوا عليك الناس. قال لها ما كاين باس عليك، ما كاين باس، راه الموت هادي. قالت لي اسمح لي اسمح لي، كنت كنجيب اللحم ونشويه وكاع ما نخلي لك حقك. قال ليها ما كاين باس احلي ما كاين باس، الموت هادي. قالت لي اسمح لي اسمح لي، كنت مكرفش عليك وكنت ما مهلياش فيك وشحال من حاجه درتها وراك غا باش تموت بالفقشه. قال ليها ما كاين باس احلي ما راه الموت هادي. قالت لي وا اسمح لي راه شحال من مره وي قاطعه. قال لها وا احلي ما علاه انا جيت ودرت لك السم في عتايو. اي هذا واحد خينا سميتو علي تزوج ودار العرس وليلة الدخلة دخل على العروسة، لقى العروسة ماشي بنت لقاها مرا، الاخبار فراسكم. ملي بغى يخرج بداو يغنيو عليه الشيخات وما يقول لهم هداو هداو اروا لي داك البندير، اخد البندير وبدا كيغني على راسو قال لهم يا ودوزوها بكري ولبقوها لعلي. قال لك يا سيدي المعلمات ولاو يشدوا مليون الشهر، والله العظيم الا فكره مزيانه. هاي الواحد هو اللي ياخذ واحد ربعه ديال المعلمات يوليو عندو ربعه المليون الشهر، ريح في الدار يصحح على الامتحانات. اي سبحان الله العظيم نتوما الدريات دغيا كتقلقوا لحقاش نتوما قصيورات، على فين عمركم بالسلامه شفتوا الورد كيطوال؟ اي هادي واحد خيتي كتحماق على الزواج، قالوا لها العائله ديالتهم راه عندنا لك واحد خينا ولكن راه عوج. قالت لي عجيب وجيبو علم لي غنسطر بيو. اي هذا واحد خينا خاطب واحد خيتي شي 10 سنين وفي كل مناسبه كيرسل لها حولي. واحد النهار وهي تعيط لي قالت لي شوف الا ما كنتيش غادي تجي تخطب صيفط لينا السارح. اي هادي واحد الدريه قالت لبوها، قالت لي انا غادي نمشي نحفظ عاد صاحبتي. قال لي هادو زيد جلسي دو زيد جلسي راه امك كتجي تحفظ مع عمتك. اي هذا واحد الراجل مشى شرا واحد الكادو بمناسبه عيد الام للام ديالو، وهي تقول لي مرتو قالت ليها وفينا هو الكادو ديالي انا،
قال لي الله يهديك، هذا راه سميتو عيد الام ماشي عيد الزوجه. قلت له حرام عليك هذا الراجل، حرام عليك من جهه الله، انا راني ردعت اكثر من امك. اي بيني وبينكم النفسيه ديالتي محتاجه شي واحد نكون ما نعرفو ما يعرفني، نمشي انا وياه الراس ديال شي جبل يكون عالي، ونعاود لي داك الشي كامل اللي في قلبي وملي نسالي ندفعو. ايوا كم من جلابة انيقة تحت منها بيجامة حال تحالة وانتم لا تعلمون. اي هذا واحد الدري سول امو، قال لي هدرك ماما بغيت غنسولك درك علاش خوتي كحلين وانا بيض. قالت لي سير اولدي تلعب سير، كل عقوش على بوك الابيض لك حل. اي هادي واحد المرا معروده للعرس وما عندهاش القفطان، وقد قول راجلها قالت لي نوت سر لي القفطان باش نحمر لك وجهك في العرس. قال لها راه ما عنديش الفلوس. قالت لي نوت بيع الحمار وشري لي قفطان. هي هاديك باع الحمار وشرى ليها قفطان، ملي جابوا ليها قالت لي راه خاصك تشري لي السروال. قال لي راه ما عنديش فلوس سروال. قالت لي نوت بيع الدحش وشري لي السروال. هي هاديك مشى باع الدحش وشرى ليها السروال، لبساتو تمت غادة، امشاو للعرس ونادت رقية بدات كتشطح تشطح 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 والسروال كاع ما يبان، هو يقول ليها ورقية ورقية وتهز الحمارة باش يبان الدحش. اي هذا واحد الفلاح تزوج، الليلة الاولى حط يدو على كرش مرتو سار يدوز عليها، قال لها هنايا ان شاء الله غادي نزرعو بطاطا. الليلة الثانية عاود ثاني حط يدو على كرش مرتو بدا كيدوز عليها وقال لها هنا ان شاء الله غادي نزرعو مطيشة. الليلة الثالثة عاود ثاني حط يدو على كرش مراتو بدا يدوز عليها وهو تقول لي شوفه هاد الليلة هادي الا ما زرعتيش الخيار غادي نكري الارض. اي هذا واحد خينا راسو كبير طلع للطوبيس، هي هذيك ما لقاش بلاصه بقى واقف، وهي تقول لي واحد المراه كبيره في السن قالت لي هذاك اليتيمه تعال هنا وقعد. جا قعد تما شويه ويدور عند قال لي لا لا باش عرفتيني انا اليتيم؟ قالت لي يا وليدي المراه اللي خرجت هذا الراس محال تعيش. اي هادي واحد المراه صيفطت لعجوزتها ميساج قالت لي الله يرحم لك الوالدين ما تورينيش كيفاش نربي ولادي، راني واخده واحد من ولادك وعارفه تربيتك الزينه كيف دايره. هو ترد عليها قالت لي عندك الصحه بنيتي، كون ربيته مزيان كاع ما ياخذ وحده بحالك، لقد تم تدمير موقع العدو بنجاح.